والإيكو يدترمان بكود إذا كان واضح. شنو الكومن كود أوف إس بي تي؟ كومن كود كيميك هارت ديزيز أند فايروتوكسيكوسيس أند دبليو بي دبليو سندروم أند سالبيوتامول. So this we keep, and then four main causes: ischemic heart disease, thrombocytosis, and WW syndrome, and salbutamol causes of this. Treatment of this we keep. The current patient hemodynamically stable. كان هيمودينامكي ستيبل معنى بلد فريشة above 90 over 60. ولو كانوا هيمودينامكي انستيبل معنى عندي شوك، معنى أقل من 90 على 60. إذا كانوا هيمودينامكي ستيبل drug of choice intravenous adenosine. drug of choice intravenous adenosine. Second choice, intravenous verapamil. وإذا the can hemodynamically unstable, we see shock. ونعطوهم من 30 إلى 50 يوم. SBT. نقطة أخيرة أنا أقوله أن لو كانت الـ SBT بارت من WBW syndrome، إذا كانت الـ SBT بارت من WBW ديرابامل وديجوكسين كونترا انديكيت وال MCQ، ما استخدمش ديرابامل ولا ديجوكسين في المرضى اللي عندهم الـ SBT والـ WBW syndrome. That's with regard to the second important هي الـ AF fibrillation. AF AF أنا atrial fibrillation. Cause of AF apparatus ischemic heart disease MS hypertension thyrotoxicosis. مش هيطلع من الأربعة علينا دائما. AF تقسم إلى paroxysmal اللي هي جي بي paroxysmal and chronic أكثر من 48 hours. persistent معناها هي persistent AF هي أكثر من 48 hours but reverted by PC shock. لأن واحد عند AF ما باش يتحول بناء السكر هذا persistent. permanent اللي هي not terminated by DC shock. not terminated by DC shock. أنا مرات تسمع كلمة paroxysm لأنها أساس، تسمع كلمة chronic أكثر من 48 ساعة، تسمع persistent more than 48 hours and can be terminated by this shock. And more than 48 hours and cannot be terminated by this shock. It's not permanent. Permanent معناها هيجي طول عمرها AF خلاص عشان يجوا يغيروا أي حاجة. في ناس هيجوا AF لأن نحن ما نقدرش نردوه، في ناس هيجوا AF لأن نحن ما نقدرش نردوه. حاجتين، في ناس ما نقدرش نردوه، في ناس ما نقدرش نردوه لأن هم هيجوا permanent AF. Now the atrial fibrillation نقولوا أن الكلينيكال فيتشرز بتاعها عادة الفيشن تجيب سينكوب وبالبيتيشن. ونقولوا ان البلس هيجهد الريجولار. نقولوا ان في بلس ديفيسيت بوزيتيف. وكلمه بلس ديفيسيت معناها مجموع الهارت بيت اكثر من مجموع البلس اللي هو ريجل بلس باي مور ذان 10. هذا امبورتنت. نحن حنكون عندنا ابسنت اي ويف الجي بي
الاي سي جي في الحالتين سوا. ثم هي بتسليه ضمن الاي سي جي، والاي سي جي هتعطيني ابسنت في ويف، هتعطيني الريجولاري الريجولار ريتم، هتعطيني الريت، ممكن يكون فاست ممكن يكون سلو اي اف على حسب الريت. ناو ممكن الجولر ايكو مش تعرف الكوز ونعرف هل في ترومبس ولا لا، ترومبس ان كريبت ميثيوم امبورتن ترانس جي ايكو بالذات تقريبا نقول فيها ترانس جي ايكو. ناو هاو كيف يو تريت اي اف تريتمنت treatment of AF تنقص إلى 3 main strategies: rate control, rhythm control, anticoagulation. Rate control, rhythm control, anticoagulation. The rate control to all patients. All patients, there's a risk of 10-100. They're men. اللي فوق ال 100 لازم ينزل تحت ال 100. كيف يعني هذا؟ عن طريق البيتا بلوكر والديجوكسين والبيرابامين والاميدارون. هذا ريت كنترول. And rhythm control, the indication and contraindication. نقول على contraindication. لو patient عند intracardiac thrombus لو patient عند structural heart disease لو patient عند chronic AF more than 48 hours acutely مش هترد لك لو ممكن تعطيها انترفيشن ترد ليك رمض. لو patient عكس هروما no intercardial thrombus no structural heart disease acute paroxysmal اللي هيد حوالين يكون ردوه مثلا لازم في contraindication. لو نحن نبغى ردوه حنردوه يا اما عن طريق الكيميكال يا اما عن طريق الكتريكال. والإلكتريكال دي سي شوك والكيميكال عادة أميدارون وضع أبيوتي لايت أميدارون أم أبيوتي لايت. ثم أنا ممكن ردهم بالكيميكال دي سي شوك 30 إلى 50 جول قبل ما نرد البيشنت في السينوسوين. هذه نقطة مهمة لازم نعطوا anticoagulation warfarin or heparin. امتى استخدم anticoagulation؟ anticoagulation عندنا two strategies before cardioversion اللي هو الردو سينوسوين يعني before cardioversion، والحاجه الثانيه هو life long. عارفين امتى نعطي anticoagulation life long؟ بعد نحن من نخش نرد البيشنت مخلوه اي اف الله غالب ما عندنا مخلوه ما عندناش من ديرو له الا نعطوه انتي كوجيشن لايف لونج. بس بعد ما بنعطيه لايف لونج نحسب له حاجه في الجوانتي في الحوش اليوم مش هنكتبها مش هنقولها لك. شات 2 سكور انت تستخدم شات 2 سكور بعد نحن عارفين ان شخص صار طول عمره يبي ياخذ انتي كوجيشن نحسبه له مش نعرفه ياخذ اسبرين والله ياخذ وربرين. أبروايز نحن هموما بعد ما نديروا لك كارديوفيرجن قبل أن نعطوه ورفرين ونستمروا به أربعة أسابيع بعدين وقفوه بوست. يعني كيف نديروا الموضوع؟ لو واحد يبغى نديروا لك كارديوفيرجن نردوه ولا لا؟ لو فينا نبغى نردوه نعطوه قبل بعد ما يرد يكمل شهر بعدين وقفوه. ولو نحن ما نبغوش نردوه لايف لونج نحسبوا له شات تو سكور نعرفوا ياخذ اسبرين ولا ياخذ ورفرين وانتهى.
هسه القصة يعني طول عمره ياخذ والاينار بتاعها تيجي ما بين 2.5 الى 3.5 وهذا معيار الفيزيكال ديفريشن او معيار الجينوم كومبلكس اكلينيان واللي هي مشهوره جدا في التسميه. الوايت كومبلكس تاكيكارديا هنتكلم على اهم من اللي هي البي تاك فيها نقاط مهمه التريكولار تاكيكارديا. البي تاك رقم واحد بريزن ويف كلينيكال فيتشر الجيف سينكوب او الجيف كاردي ارست سينكوب او كاردي ارست وتعطيك كانون وين الجي بي بي جاينت اي ويف فيري بيج اي ويف اسمها كانون وين وممكن تعطيك ابسنت بلس لو كان البيشنت ارستد. رقم 2 كروزز هيكون سكيميك هارت ديز فيري كومن والهوكم والاور ستينوسيس والويتال فالف والرولاب وهكذا يعني كونجينيتال كروزز. بينما البي تاك اي سي جي فايندينج هذه بسكيو مهمة جدا في سي جي بتاعت الكتاب هتعطيني وايد كومبلكسس مور ذان 140 هتعطيني حاجة اسمها كابتشر بي بدون ما نخش في التفاصيل معاك هتعطيني حاجة اسمها فيوجن بي هيسألوك عن اسمها هتعطيني حاجة اسمها اي بي ديسوشيشن هتعطيني ستريم ليفت اكسلريشن في سي جي فايندينج للبيتا كابتشر بي فيوجن بي اي بي ديسوشيشن ستريم اكسلريشن اند وايلد كلاس الثلاثة اللي في النص هم كابتشر بي فيوجن بي اي بي ديسوشيشن ودي واحدة من باك هرمونيك واحدة من باك هرمونيك فور بيتا مرات يسأل يقول لك كابتشر بي از باك هرمونيك فيوجن بي از باك هرمونيك اي بي ديسوشيشن از باك هرمونيك صحيح. How could you treat بيتا لو كانوا ستيبل هياخذ انترافينس اميدرون ولو كانوا انستيبل هياخذ دي سي شوك از بارت اوف سي بي ار وانا الجوز هيكون 150 لعدد 200 جول 150 الى 200 جول وعاده الستار سي بي ار وحتصير دي سي شوك كيس انا بس طلعت قسم الالفا بني مورفيك او مونو مورفيك المونو مورفيك اللي انا تو حكيت عليها هي حتجيك البني مورفيك اللي هي الفرسان دي بوان الفرسان دي بوان هي بني مورفيك بي تاك واللي انا تكلمت عليها هذا كله اسمه مونو مورفيك اذا انا عرفت كده وحكيت عليه مونو مورفيك بولي مورفيك معناها ثلثات ديبوار ثلثات ديبوار بين قوسين رمي الكيوتي كافة وهذه تحتاج مني ثلثات ديبوار لنعرف الكوز هايبوكاليميا هايبوكالسيميا هايبوماجنيسيميا لو الحاجة تكون الكترولايت يعني شيء دراجز لايك لاست وان اي أستيمازول ماكرولايت ريكليوز and could be congenital معنى الكوز بتاع برنامج كيوتية هنا مهمة class 1 بروكينامايد أستيمازول ماكرولايت and hypokalemia hypomagnesemia and hypo كالسيميا تريتمنت بتاعها رايت اوف تشويس ماجنيسيوم سلفيت او ادوا لها حاجه اسمها اوفر درايف بيسنج اوفر درايف بيسنج بعد امتى نديروا اوفر درايف بيسنج البوليمورفيك ارثيميا نوتنج مونومورفيك المونومورفيك دي شوك عادي البوليمورفيك نديروا حاجه اسمها اوفر درايف بيسنج ايش معنى كلمه اوفر درايف بيسنج يقول لك سميكر ونعدوا له الريت اعلى من اعلى من مثلا 200 نحن نعدل بسميكر على 300 اوفر درايف نحن هناخذ كنترول هننزل بالريت
سوداء صوب من عارفين اسرع عضو بالفكره ولا لا؟ فنحن هنسيطر بسرعه يعني. وهذا بالنسبه لي الفي ثاني فالتريجر فيبريليشن فقط ان هي الكوزس بتاعها سيم لايك في تاك التريجر فيبريليشن الكوزس بتاعها از في تاك نفس الاسباب اسمها في زوير تعطيني بيزار شيب بلس بيزار شيب بلس وتعطيني كارديك ارست يعني ما فيهاش ستيتمنت وتعالج عن طريق الدي سي شوك كيف كيف منه في 350 الى 200 جو سو بالتريجر فيبريليشن اجين واحده من الابيبينس اللي ممكن تبان عليك اهميه Ah.
ميك and you can create by dopamine or dopamine not for R3 or isoprenaline you will be the other one and its makeup can be temporary or simply or permanent for life. من يقول permanent ومن يقول temporary according to the cause. لو كان the cause reversible فهو temporary ولو كان the cause permanent Thank you.